شكرا على هذه الأنغام الجميلة ناجي والفريق المصاحب لك. مشاهدينا، مروان خوري الفنان الشامل صاحب الكلمة الجميلة واللحن الرشيق والأداء المدهش أيضا يعود في موسمه الثالث من برنامج طرب مع مروان الذي شاهدتم موسميه الأول والثاني عبر تلفزيون عربي. تشاهدون موسمه الثالث عبر العربي الثانية. مروان معنا اليوم في اتصال هاتفي ليخبرنا أكثر عن البرنامج. مروان صباح النور وكل عام وأنت بخير بمناسبة 2022. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الخير. بتمنى تكون بخير. تحياتي إليك لكل المشاهدين، ينعاد على الجميع ومبروك للعربي الثانية. شكرا لك، تحياتي لك أيضا. يعني بدي تخبرني كيف كانت سنة 2021 هيك، كيف بتوجزها وكيف بتستقبل السنة الجديدة؟ ما في شك ما رح أقول شيء جديد عن الآخرين، شغلة معروفة. هي من السنين اللي التحولية، يعني هي تحول إذا بدي بتاريخنا كلنا سوا عالميا وعربيا. ما في شك الجائحة هيدي كمان غيرت أشياء كثير، الأمور خلتها أصعب، أثرت على تفاصيل حياتنا وعلى كل شيء. بس دائما هيك سنين مثل ما على الصعيد الشخصي صعيب تكون صعبة، بس بتخلينا ننضج من جوا، نغير أشياء معينة، يمكن قديش هي سلبية بتكون كمان إيجابية. وأنا بعتبرها تكملة، وال 2022 يعني حتحمل كثير من رواسب ال 21، بس دائما السنة الجديدة تحمل مع الأمل. أهم شيء هو المحطات إنه تخلق لنا الأمل، ودائما بنعيد بعضنا وبنتأمل لبعضنا بالأيام الحلوة، وهيدي الحياة. يعني إن الواحد يتأمل بالأفضل. نعم. وأنا بعتقد يعني شفنا أشياء كثير صعبة، لازم يكون في أشياء إن شاء الله تكون أسهل، ومن ضمنها أن تكون الجائحة هيدي تقريبا تصير على آخر. نعم. طيب مروان، يعني طرب مع مروان بيعود مع 26 حلقة تستضيف أهم الأصوات بالعالم العربي. نعم. شو رح تخبرنا عن الموسم الثالث وبشو بيختلف عن الموسمين الأول والثاني؟ هلا في شغله استمراريه، وتقديم موسم ثالث هو علامه انه في نجاح وفي قبول لهالبرنامج، ان كان على المستوى المشاهد او على الاهم على كمان مستوى المحطه. وانا كمان بدي يعني استغل هالفرصه لاشكر العربي باداريه وكل العاملين فيه على هالثقه هي. نعم. لانه فعلا هي ثقه انه الواحد ينعطى برنامج يعني بالسيزن الثالث اذا بدك. هلا انا كمان عندي هالرغبه القويه كان انه كمان ارجع اقدم، لانه هالبرنامج هالقد انا بعتبره بيشبهني. قدمت فيه كل الشغلات اللي انا بحبها، ان كان المشاركه مع زملائي لالي فنانين، المحاوره معهم، قدمت حالي كعازف، قدمت حالي كمغني، كملحن، كل هالامور هيدي. هلا بالنسبه لهالموسم هيدا ما في شك هو تكملة، وعنوانه يضل يحكي عنه اللي هو طرب. دايما نحن متصلين بالزمن، يعني اللي بنسميه دايما انه الزمن الجميل. ليش؟ لانه فعلا هو بيحمل حقبة ذهبية بالموسيقى العربية. نعم. ونحن محظوظين انه عندنا هيك موسيقى وهيك موسيقيين وهيك ملحنين ومطربين بهالزمن اللي قطع. صحيح. زمننا عنا، بس ما في شك ظروفنا مختلفة والامور كلها مختلفة، لذلك بنحاول نتمسك دائما بهالفتره. لانه انا بضل اقول هي كلاسيكيات الموسيقى العربيه انبنت بالمرحله هيدي، يعني من الخمسينات او قبل حتى، ولحديت فتره طويله. بقى بنستعيدها لانه اول شيء في جماليه بهالحقبه هيدي، وثاني شيء لانه كمان تنضل نحاول نعمل صله وصل كما ننقطع نهائيا عن موسيقتنا، واللي هي برجع بقول موسيقى غنيه كثير. نعم. الموسم الاول حمل إذا بدي كمية كبيرة من الطرب، والموسم الثالث كمان حيضل محافظ على كمية الطرب هيدي بالأغاني الكلاسيكية المستعيدة. نعم. مع أصوات معروفة بالوطن العربي وأصوات كمان جديدة شوي بس بتحمل قدرة غنائية. بس هالموسم شوي في اختلاف إلى حد ما، مش زحنا عن الموضوع، بس حاولنا نشرك معنا كمان الجيل الجديد والأسماء المعروفة على صعيد ما يسمى إذا بدي المنصات والإنترنت، يعني والناس المعروفة بمكان صار أساسي، يعني غير التلفزيون وغير الإذاعة. نعم. اللي هن عندهم تجربة مختلفة،
بس نحن حسينا انه هالاشخاص هودي صحيح عندهم لون او عندهم جمهور معين، بس جمهور واسع جدا، انه كمان لازم يتطوع على تجربتهم، لانه فيها شيء تجربتهم فيها شيء مميز على مستوى الحاضر. نعم مروان، انتم اعدتوا احياء يعني اغاني طربيه كانت غايبه عن شريحه كبيره من الجمهور. نعم. العربي للاسف كان هناك ايضا طغيان ربما للاغاني التجاريه. نعم. اصبحت هي التي تكتسح الكثير من المحطات الغنائيه. قد ايه مهم مروان انه نعيد نشر ثقافه الاغاني الطربيه لتصويب ذائقه الجمهور؟ شغلة أساسية هيدي، يعني أنا بقول إنه الفنان بحد ذاته هو، أنا كفنان هلأ بوقتي أنا مفروض ألعب دوري بألحاني، يعني بقدمه أنا لازم يكون حديث، يعني أنا ما فيني يكون كمروان كوري أقدم القديم بس، أنا قدمت الحديث وما زلت وبتمنى إنه الله يعطيني الصحة تأستمر أقدم في أفكار كثير براسي، بس أنا عندي الحظ كان من جيلي انا بجيلي اني كون بعد في صله وصل مع الماضي، برجع بقول مش لانه عوده للماضي، انا بالعكس انا ضد العوده للماضي مجرد العوده انه دائما الماضي افضل، لا، بس وقت فعلا بيكون عندنا بالماضي تبعنا هالارشيف الكبير هيدا، برجع بقول هيدي اصبحت كلاسيكيات، يعني مثل ما كانه عم نحكي بالموسيقى الغربيه نحن، وقت بندرس وقت درست بيانو انا درست موزار وباخ وبيتهوفن وغيره وغيره، لذلك هودي خلص ثابتين بالموسيقى. فنحن ممنوع نغيب نهائيا عن الموسيقى، ممنوع نغيب عن عبد الوهاب، عن الرحابني، عن موسيقيين عرب، عن موسيقيين الى اخره. لذلك الدور بيكون مثل ما دور المهرجانات، مثل ما دور الحكومات الدول، وهي برجع بقول تشكر عليها العربي لانه تهتم بهالنوعيه البرامج، انه انا بجيلي وبكمان من الشباب اللي اصغر مني واللي بجيلي واللي اكبر، انه نحن ما ننقطع نهائيا عن هالموسيقى، لانه شوي شوي كمان الزمن له تأثيراته، ما في شك انه نحن مع الوقت منغيب، وجيل جديد هلا ما بقى يعني يسمع الا اذا في توجيه له من قلب البيت او من محيطه الثقافي، لذلك برامج مثل هيدي انا بحسها مثل واجب على الواحد، وانا واجب علي كشخص، واول ما انعرضت علي حسيت انه في واجب انه انا لازم يكون في اهتمام بهالمطرح اللي انا بحبه وربيت عليه واللي كمان اثر على موسيقتي واغاني كمان. نعم مروان، بالعام 2022 أيضا يعني هيك يمكن لازم نحكي للمشاهدين أنه له إيجابية كتير كبيرة عليك رغم سلبيات ورواسب 2021 مثل ما سميتها، أنت رح تودع العزوبية، بدي تخبرني هيك عن تحضيرات الزفاف وأنت رح تقول صرتي مرتي عن جد أنا مش عم صدق حالي. يمكن هيدي ايه انه الواحد يقدم شيء من اغانيه وقت خليت قصر الشو وصرت مرتي عن جد. نعم. يبدو انه هذا المشروع فعلا اخذ مني كثير ويمكن هذا سبحان الله كل واحد له شخصيته وطريقته وكمان توقيته. نعم. يعني انا ضروري انه اتاخرت توصلت لهالقرار هيدا، بس برجع بقول كل واحد بيعمل اي موضوع بتوقيته هو باحساسه بنضجه العاطفي من جوا. اكيد وصلت لهالقرار، يمكن كمان هلا وين ما بتلاقوا فيه قد ما الامور انتشرت على الانترنت وكذا، وانه يلا يا عريس وكذا خارت بالزواج، فعلا كان لازم اتزوج بالصيفيه، بس يعني انا بعتبر انه تم الارتباط. نعم. بالمبدا يعني مروان مثل ما اغانيك مميزه ايضا، يعني ارتباطك مميز هو يعني عنوان ايضا للتعايش المشترك في لبنان. صحيح صحيح، ما هالامور طبيعيه على المستوى الفردي، هي امور أنا بلاقيها بديهية، بس هي على مستوى السياسي بتاخد بعد ثاني. بقى إن شاء الله قريبا، إن شاء الله قريبا جدا. إن شاء الله قريبا، وهيك بتعيش حياة بنقول بالرفاه والبنين والبنات. كل التوفيق لك الفنان مروان خوري، ومبروك انطلاقة البرنامج طرب مع مروان بموسمه الثالث. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا للمشاهدين. شكرا لك.